استكشاف أغسطا، الجسم مصنوع من الألمنيوم بصورة تجعله يتخلص من الحرارة بسهولة. الواجهة مصنوعة من البلاستيك، مقاوم لدرجات الحرارة العالية، نفاذية الضوء جيدة جدا. القوس مرن للتعديل حسب الرغبة، مقاوم للماء، آمن وموثوق، مكون من نقاط LED مشعة، سطوعه عالي جدا، يقوم بإضاءة أكبر مساحة ممكنة، يلبي متطلبات الإضاءة المختلفة. تطبيقات واسعة، يمنحك إضاءة جميلة جداً.